السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صباح الخير عليكم جميعا، عاملين إيه؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور وتقبل فيه التوبة وتتسع فيه الأرزاق، يا خير من سأله وأكرم من أعطى. اجمعوا بقى كده، يلا تعالوا معايا وديكوا إن شاء الله نطلع جبل الرماة مع بعض، نشرب بس شوية الشاي الحلوين دول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يدخل بس اللايف معانا كده يشكر الله ويصلي على سيدنا محمد. اللي يدخل لايف معانا عشان اعرف ان اللايف شغال تمام يا بنات، اذكروا الله الاول وصلوا على سيدنا محمد عشان اكمل معاكم اللايف، عشان هوريكم اماكن حلوه جدا هنا عند سيد الشهداء في المدينه المنوره. اللي يدخل معانا اللايف يسيب كومنت كده، يعمل تعليق ويعمل اعجاب على البث عشان البث يرفع معانا. النهارده الخميس طبعا اجمل اجواء هتعيشوها هنا ان شاء الله لما تيجوا زياره للمدينه المنوره وتيجوا تزوروا سيد الشهداء وجبل الرماة ومقبرة السبعين شهيد. طبعا اللي جه المدينة قبل كده عارف انا فين دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا اعجاب كتير بالله عليكم يا بنات عشان اكمل معاكم اللايف، اعملوا اعجاب كتير على اللايف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ظبط بس طرحتي كده، الجو النهارده جميل جدا جدا وما شاء الله في زائرين كتير في المدينه. اعملوا مشاركه يا بنات، اللي يدخل معانا اللايف يعمل مشاركه على اللايف، اللي يدخل معانا البث اعملوا مشاركه على البث يا بنات. وانا مش عارفه الناس بتعرفني من صوتي ازاي، يعني ما شاء الله لسه مقابلين دلوقتي ناس من متابعينا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزين صورة والله يا حاجة، احنا بنعرف نصور نفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش شايفة حد معانا يا بنات، انتوا نايمين ولا ايه؟ انا مش شايفة حد معانا في البث. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد الجو حلو جدا النهاردة ما شاء الله، جو اكتر من رائع. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. عايزة اوريكم سوق الهدايا اللي هنا. بصوا لما نطلع كده على جبل الرماة بنشوف سوق الهدايا اللي هناك ده كله، ومركز الضيافه لسه جايبين من عنده شاي دلوقتي، احلى كوبايه شاي هتشربوها لما تيجوا المدينه بجد. اللي معانا في اللايف يا بنات يعمل اعجاب على البث. نايمين ايه؟ احنا عندنا مدارس مفيش نوم، الناس عندها مدارس مفيش نوم. اللهم صل على سيدنا محمد ان شاء الله تبارك طب اللي صاحي طيب يذكر الله ويصلي على النبي. اللي صاحي معانا يلا مش مشكله نكتفي بالناس اللي صاحيه معانا. اللي صاحي معانا يذكر الله ويصلي على سيدنا محمد. بصوا الاجواء بقى هنا جميله جدا جدا. طبعا اي حد ان شاء الله يجي يزور المدينه المنوره لازم يجي طبعا يزور سيد الشهداء وجبل الرماة، وطبعا قدامنا جبل احد، وفي هنا اماكن حلوه جدا للهدايا والتمور والبهارات. البث شغال تمام يا بنات؟ اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يا رب يكتبها لكم جميعا ان شاء الله، ويرزقكم بزياره قريبا للمدينه المنوره، ويرزقكم بالصلاه في المسجد النبوي والصلاه في الروضه الشريفه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. عايز اقول لكم الجو من فوق جميل جدا. عقبال كده ان شاء الله ربنا يكتبها لكم ان شاء الله وتيجوا زياره يا رب. ربنا يكتبها لكم ان شاء الله وتيجوا تزوروا باذن الله الاماكن الجميله في المدينه دي. بصوا المنظر من هنا. عايز اقول لكم كل الكشاك الصغيره اللي انتم شايفينها صغيره دي كلها كشاك هدايا، ولسه هوديكم الجهه الثانيه برضو
ناس قاعده بالهدايا واسعارهم حلوه جدا. ناس قاعده بالهدايا واسعارهم حلوه. الجو حلو قوي ما شاء الله. شايفين ما شاء الله النهارده الجو عامل ازاي؟ عشان النهارده الخميس فكل الناس ما شاء الله جايه زياره. اللهم بارك. انا مش شايفه ناس بتكتب كومنتات، لا انا هقعد بقى، انا زعلانه منكم بجد، هقعد افطر لما الناس تصحى. انا اللي ناوي اعمل معاكم بس النهارده طويل، نتكلم فيه شويه ونشوف الهدايا اللي هنا، عشان في ناس كتير قالت لي يا دنيا سيد الشهداء في هناك بهارات وعايزين نشتري بهارات. هنا بقى يا بنات في مركز ضيافه كده مجانيه طبعا، بيوزعوها على المعتمرين، عباره عن باتيه عايزه اوريها لكم، واحده ميه وواحده شاي. الشاي هو اللي حلو جدا يعني، بجد الشاي حلو قوي يعني، اللي يجي يجرب الشاي بتاعهم جميل قوي. بصوا موجوده هناك يعني. انا شيماء وهكون موجوده يوم 5 ونفسي قبلك ان شاء الله تيجي بستلمها يا شيماء باذن الله. ربنا يا رب يكتبها لكم جميعا يعني يا رب. يا بنات بيوت اهل المدينه بعيد عن الحرم ولا كله قريب؟ اغلب الاحياء الشعبيه القديمه اتزالت، لكن في تقريبا قباء، قباء اللي قريب جدا من الحرم، وطبعا في ناس لحد الان ساكنه فيه قريب من الحرم وناس كتير جدا ساكنه فيه يعني. انا خلاص فرشت وقعدت بقى، اللي هو يعني ايه خلاص قعدت لما الناس تجمع. مش عارفه اثبت لكم التليفون على ايه، بس خليكم معايا هنا. هو انا مش شايفه من الشمس، فانا هلبس النضاره عشان اشوف الكومنتات بتاعتكم يا بنات. خليكم معايا ما تقفلوش اللايف عشان لسه هنكمل تحت. تعالوا افطروا معايا، عايز اقول لكم الجو حلو قوي، الجو حلو جدا. اللي بيجي بيحضر اللايف معانا ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نهاركم هنا وسعاده يا بنات، نهاركم ان شاء الله هنا وخير وسعاده يا رب. شايفين الهواء بقى النهارده؟ الهواء حلو قوي النهارده. احساسك ايه لما تبقي في المسجد النبوي وعارفه انك على بعد خطوات من قبر سيدنا النبي؟ والله العظيم ده شعور ما يتوصفش بجد يعني، ربنا يا رب يكتبها لكم جميعا. طبعا شعور ما يتوصفش من الفرحه والسعاده والاحساس ان الواحد بيبقى فيه اصلا. انت اول زياره ليكي للروضه الشريفه بتدخلي بتبقى بتعيطي كده كده، وبتحس انك انت احساس غريب مهما اوصف لكم شعوره. ربنا ان شاء الله يزقكم من نفس الاحساس ونفس الشعور ويكتبها لكم جميعا يا رب. ربنا يزقكم من نفس الاحساس ونفس الشعور يا رب العالمين ويكتبها لكم جميعا ان شاء الله. اجيب معايا ايه وانا جايه من مصر؟ هتيجي تقعدي كام يوم؟ على حسب، هتقعدي كام يوم في المدينه وكام يوم في مكه؟ صباح الخير يا هند، صباح الخير عليكم جميعا يا حبايبي. الشاي هنا حلو قوي، الشاي اللي بيوزعوه ده جميل قوي. ربنا يخليك يا هند يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا رب، انتوا اللي منورين والله. ربنا ان شاء الله يكتبها لكم جميعا يا بنات ويرزقكم جميعا باذن الله يا رب. شكرا شكرا، تسلم ايدك. في ناس كمان بتصوركم هنا، الناس اللي عايزه مش لاقي حد يصورها بيصوركم هنا لما تيجوا. لا 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 لا
عايز انزل اوريكم الهدايا واوريكم الاجواء تحت. اما اشرب بس شويه الشاي دول عشان مش عارفه امشي بيهم. نودي بتقولي ربنا يحفظك يا دودو، بحبك وانا كمان بحبك يا دودو، وبحبكم كلكم والله، وكلكم اخواتي وحبايبي، ربنا يسعدكم يا رب. وديت العيال المدرسة ونزلت جري، قلت بقى النهاردة الخميس، انا بحب الاجواء في المدينة جدا، هناخد دي معانا عشان نرميها تحت ما نرميش حاجة على الجبل فوق، ناخد الكوباية معانا. وقلت اجي اصور لكم من هنا لان انا عارفة ان انا بقالي كتير ما جيتش سيد الشهداء، تقريبا من يوم ما جيت من مصر، جيت من الاجازة يعني. وعايز اقول لكم ان الفترة دي اللي هيجي زيارة للمدينة ان شاء الله يجي يعمل عمرة وبعد كده يجي يزور المدينة، الاجواء حلوة جدا. عايز اوريكم جبل احد يا بنات، بصوا شايفين ما شاء الله من اول فين لفين يا بنات، بصوا كده شايفين ما شاء الله جبل احد، المكان جميل جميل. اي حد يجي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله زيارة للمدينة المنورة لازم يجي يزور المكان هنا باذن الله. طالما نشرب مية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب اكتب لكل متابعيني حبايبي ان شاء الله يجوا يزوروا المدينه يا رب، ويزوروا الاماكن الجميله دي في المدينه يا رب. انا خايفه انسى الموبايل بس يلا خير، هدومي كلها بقت تراب. شايفين الجو حلو قوي يا بنات ما شاء الله. تعالى ناخد الكوبايه كده ونشوف اي باسكت نرميها فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. خلي بالكم بقى لما تيجوا تطلعوا الجبل، هو مش عالي قوي الحمد لله، والطلوع يعني والنزول سهل، خدوا بالكم برضو وانتوا طالعين، خدوا بالكم برضو لما تيجوا ان شاء الله تطلعوا، خدوا بالكم. ربنا يا رب ان شاء الله كده يفرج همكم ويفك كربكم جميعا ويريح قلوبكم ويكبر خاطركم ويهدي بناتنا جميعا ويحفظهم ويبارك فيهم يا رب. ربنا يحفظ بناتنا ويهديهم ويحفظهم يا رب، ويحفظ ولادنا جميعا يا رب العالمين. الله يشفي مرضانا مرضى المسلمين جميعا، ويرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. هل في مواصلات خاصة تودينا المزارات؟ بصوا قدامكم يا بنات حاجتين، لو خرجنا من باب الملك فهد 334 و336 لو عايزين تمشوها ماشية، لأن في ناس ما بتحبش تركب، في ناس بتقول احنا عايزين نروح ماشي، قولوا لنا ازاي نمشي. حاضر مش هزعلكم، اخرجوا من باب الملك فهد، تاخدوا من أول ما تخرجوا من الباب تدوا ظهركم للباب وتمشوا، تفضلوا ماشيين على طول حوالي نص ساعة مشي أو 25 دقيقة. طب احنا عايزين نركب مواصلات من عند المسجد النبوي، أقرب باب يوديكم لهنا لسيد الشهداء، اقرب بوابه وهياخد 10 ريال فقط هو باب الملك فهد برضو 334 و336، هي دي اقرب بوابه 334 و336. انا رحت المدينه بس ما رحتوش، معلش خير، ما مش كل الناس تعرف الاماكن هنا في المدينه، وفي ناس بتبقى طالعه مع افواج وجروبات وحملات فما بتجيبهمش كل المزارات، بيبقى ليهم برنامج مزار معين. وهنا بقى اللي هي مكتوب عليها عايزه اوريها لكم، الافطار الصائم دي بيوزعوا هنا مجانا عشان بس يعني ايه تبقوا انتوا عارفين برضو ان في هنا افطار، ممكن ناس ما يبقاش معاها افطار، ما يبقاش معاها ميه، عايزه تشرب شاي مثلا، احيانا بيكون معانا امهاتنا ابهاتنا كده، فالجمعيه دي بتدي واحده باتيه وواحده ميه وكوبايه شاي، بتدي واحده باتيه وواحده ميه وكوبايه شاي. المدينه فيها بركه فعلا والله، بركه سيدنا النبي يعني، ما تشيلوش هم الاكل، ما تشيلوش هم حاجه، تحسوا ان الحاجه هنا بركه ومباركه فعلا والله، تحسوا ان الحاجه مباركه وفيها البركه هنا. يعني عايزه اقول لكم اصلا السندوتش الواحد ما بقدرش يكمله، والباتيه الواحد ما مش بيقدر ان هو يكمله بجد. انا بحب يوم الخميس ليه؟ لان بيبقى فيه جنسيات كتيره جدا، بحب يوم الخميس جدا لان بيكون فيه من جميع انحاء العالم جايين يزوروا سيد الشهداء. شايفين الجمعيه هنا بتوزع الميه والباتيه والشاي، هنا بقى محلات الهدايا اللي ارخص شويه من المحلات اللي ورا،
محلات الهدايا دي كلها والناس اللي بتبقى قاعده على العربيات. هاخدكم دلوقتي اوريكم الحاجات والاسعار وكل حاجه، لان بصوا يعني الناس اللي معايا في اللايف هنا عند جبل الرماء في اكشاك كده جنب بعضها، وهنا برضو في صف محلات كبير جدا، وفي بقى ناس قاعده كده بالهدايا اسعارهم حلوه قوي، بهارات، مكسرات، حنه المدينه، مصليات، كل حاجه موجوده عندهم واسعارهم جميله جدا. الحمام ده في الحرم والمدينه، الحمام ده بيبقى موجود في كل المزارات، بتلاقيه موجود في المدينه وموجود في مكه، يعني حاجه حلوه قوي بجد. شايفين كل دي محلات هدايا ما شاء الله. هاخدكم بقى للناس اللي بتبقى قاعده كده هناك، دي اسعارهم تحفه، اسعارهم حلوه قوي. سامحوني ان انا مش بقرا جميع التعليقات لان انا ماشيه الشمس قويه شويه في عيني، مع ان الجو حلو جدا، يعني الجو حلو قوي، ولكن مش عارف اقرا كل التعليقات. يعني دعوه شوفيها بالله عليكي يا دنيا، هي ايه يعني، ادعي لكم ولا ايه؟ انا مش فاهم. ابتهال بتقولي فعلا انا بحبك في الله، بستنى امتى هتصور لنا فيديو جديد من المدينه، ادعي لي بالعوده. حبيبتي يا ابتهال والله انا كل ما بلاقي وقت فاضي فعلا بنزل لكم، ما بترددش يعني. انا ممكن اروح البيت انام بقى واكبر دماغي واللي هو ما اعرفش ايه، لكن انا بحب دايما تكونوا معايا كده لايف بس مباشر. ليه؟ تشوفوا كل الاجواء كده معايا، ان شاء الله ربنا ان شاء الله يكتبها لكم جميعا، واكون انا عين ليكم في المدينه، يعني اكون انا القاموس بتاعكم هنا في المدينه. اي حد عايز يسال على اي حاجه انا موجوده. اهم حاجه ان الفيديوهات تكون بتعجبكم، تكون الفيديوهات بالنسبه لكم مفيده، ده اللي يهمني بس، اكتر حاجه تهمني، وببقى محتاجه دعوه منكم فقط لا غير. عايزاكم انكم انتم تدعوا لي وان ربنا يجعل العمل ده في ميزان حسناتي يا رب. ما بقاش محتاجه منكم غير الدعاء وان الفيديوهات تكونوا بتحبوها وبتعجبكم. يعني انا عايزه اقول لكم حاجه، ان انا قبل ما اجي اسكن في المدينه كنت بقعد اقلب الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك وكل البرامج، بحيث ان انا الاقي قناه او صفحه او اي حاجه تكون بتبث دايما من المدينه، تكون بتنزل فيديوهات من المدينه. ليه؟ من كتر ما الواحد سبحان الله متعلق بالمدينه يعني. فسبحان الله الحمد لله انا خلاص بقيت اهو في المدينه، وباجي دايما اصور لكم وافتح لكم لايف وكل حاجه، مش حرماكم من حاجه يعني. عقبال كده ما تيجوا ان شاء الله ونكون صحبه وتيجوا هنا نتجمع سوا ونزور المدينه سوا يا رب. تعال بقى اما افرجكم هنا على الاسعار والحاجات جميله جميله، وريحه بصوا ريحه الحاجه لوحدها كفايه بجد، يعني ريحه الحاجه حلوه قوي بجد، ريحه البهارات والتمر وريحه هدايا المدينه جميله قوي. الحاجه ما شاء الله جميله جدا جدا. بصوا الناس دي حاجتها حلوه قوي، المصليات والسبح والبخور والمستكه روعه. انا اصلا كل مره باجي اصور لكم كان انا اول مره باجي، والله كل مره باجي اصور لكم هنا كان اول مره باجي. اللهم صل على النبي. بسم الله. شوف نعناع المدينه يا بنات، بصوا. كام الكيس لو سمحت؟ خمسه ولا كام؟ خمسه ريال. خمسه ريال. هذا اكل الحمام. هذا ايش بقى؟ هذا نعناع. نعناع نعناع حق المدينه ما شاء الله. حبق ونعناع ولا حبق ولا نعناع بس؟ 10 ريال، 2 حبه 15. 2 حبه 15. مرحبا. جميل ما شاء الله. هذه كم سعرها؟ هذا 1 حبه 10 ريال، 2 حبه 15 ريال. 2 حبه 15 والحبه ب 10. بصوا بقى جمال المدينه وحاجه المدينه ما شاء الله. مرحبا مرحبا. شايفين اللي بنحط فيها الاسمد يا اولاد، الكحل الاسمد يا بنات، شايفين؟ شايفين ده بقى دي مستكة ولا بخور لبان؟ هذا لبان صح؟ بخور، حق البخور ده اللبان يا بنات، شوفوا هذا بخور. في اصل خدوا بالكم في حاجه بقى انا اول ما جيت اتلخبطت فيها ما بين المستكه وما بين اللبان البخور، لان في حاجه هنا اسمها مستكه اللي احنا بنشوح بيها العادي اللي احنا عارفينها في مصر، وفي هنا اللبان. اللبان ده لو انت اكله سمك اكله حاجه عايزه الحته تخرج من البيت، ده عليك وعلى اللبان البخور، بيخلي ريحه الشقه كلها يخرج منها اي روائح مش حلوه، اي روائح مش حلوه بتخرج كلها من الشقه. علب البخور بقى دي جميله، 3 ب 10 دي تحفه، بخور صبايا والحاجات الحلوه دي جميله قوي قوي. سيب بس الميه هنا كده عشان الحق اصور لكم الحاجات كلها وابقى اوريتكم كل حاجه. بصوا الحاجات هنا الاكسسوارات والحاجات جميله جميله. كام دول؟ كام؟ 5 ريال. 5 ريال؟
واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ستة من الغوايش دي خمسة ريال. بصوا حلوة قوي، عايزاكم تتفرجوا كده وتملوا عنكم من الهدايا والحاجات الجميلة اللي موجودة هنا، لان الجو النهاردة جميل قوي، واي حد جاي اصلا الفترة الجاية المدينة هيلاقي الجو حلو قوي، هيلاقي الجو جميل جدا. بصوا بقى السواك، شايفين السواك؟ السواك برضو حلوة قوي، ربنا ان شاء الله يكتبها لكم جميعا ويرزقكم. في بقى الشباشب يعني عزكم الله، والصنادل وحاجات العمرة المريحة، الحاجات السليبر والكروكس والحاجات العمرة برضو هنا جميلة قوي، شنط المدينة والحاجات دي جميلة جدا، الحاجات دي حلوة قوي. لو سمحت هذا كم؟ هذه 10. 10 كم حبة فيها؟ 99 حبة، 99 حبة فيها، حلوة قوي. اللهم صل على النبي. شايفين بقى المحلات اللي جوه دي اسعارها تحفه، والتمر والحاجات جميله قوي. بصوا ريحه الحاجه، ريحه يعني اي حد بلاقيه كاتب لي مثلا في التعليقات إيه يا دنيا الاسعار ومش الاسعار، ويا جماعه والله العظيم ان الحاجه اللي بنشتريها من المدينه او مكه ليها ريحه مميزه، ريحه مميزه. يعني اللي هو في ناس بتجيبها دايما من مصر لان الاسعار بتبقى بالنسبه لهم هنا عشان فرق العمله بتبقى غاليه، ولكن ريحه حاجه المدينه مميزه، هدايا المدينه بتكون مميزه. ربنا ان شاء الله يكتبها لكم جميعا يا رب، ويرزقكم جميعا ان شاء الله بزياره للمدينه. بصوا ده بخمسة ريال، الخمار ده بجيبه دايما للاطفال وللكبار، في ناس بتلبسه يعني الخمار ده. والشنط دي حلوه قوي، بجيب منها البنات اخواتي وانا نازله، بس الصغيره هوريها لكم دلوقتي. عايزه اسال بس على الاسدالات هنا بكام؟ الاسدالات هنا حلوه برضو، جل الخامه اللي هي الناعمه دي. تعال نشوف بس المكسرات، عايزه اعرف اسعار المكسرات كام. وهنا البهارات دي بقى، بهارات الكبسه حلوه قوي. السلام عليكم، كم هذا سعره لو سمحت؟ البوز ده 25 ريال، نص كيلو. اتفضلي. نص كيلو 25؟ اتفضلي. شكرا شكرا. هنا ملح وهنا ساده. تمام شكرا. كله 25؟ لا، الكاجو النص ب 25، كيلو 45. شكرا حياك الله. اتفضل. مكسرات. شكرا شكرا. الناس اللي بتسعر المكسرات هنا اسعارهم حلوه جدا، اهي شايفين؟ عين الجمل نص كيلو ب 20. المستكه. ان شاء الله. هنا ب 25 النص، كيلو 25. حاجته جميله وصبحه يا بنات، بصوا. والزبيب. ساده وملح وليمون. بكام الزبيب ده لو سمحت؟ 10. 10؟ 1 كيلو، نص كيلو. استنى ما اخد زبيب عشان ما عنديش زبيب. الكبير هنا، بص على الهنا. انا بحب ده. اتفضل. هنا حد الدم. ما شاء الله. بص هنا برضه كبير اصفر. حط لنا ده كده معلش في شنطه صغيره. شكرا. استنى ما اجيب زبيب عشان انا بحب الزبيب وما عنديش زبيب. شكرا. تفضل. شكرا. هنا المستيكا يوناني. المستيكا يوناني. جبت زبيب عشان ما عنديش زبيب، واحنا بنحب الزبيب قوي. طعم الزبيب وحاجته، الراجل ده حاجته حلوه قوي. الزبيب بتاعه جميل. اهي اللي بقول لكم عليها، اللي باخدها لبنات اخواتي وانا نازله. بصوا بكام دي الحاجية دي؟ كام حبة؟ 12 حبة ب 15. باخدها لبنات اخواتي وانا نازله، حلوة قوي بيحبوها. والله الراجل كريم، ادانا شوية فستق وشوية كاجو. البرفانات بقى استنوا كده ما اوريها لكم. استنوا يا بنات، خليكم معايا بس لما اشرب ميه. الزبيب حلو قوي، جبت زبيب ب 10 ريال نص كيلو، حلو جدا. الزبيب اللي هو لونه ذهبي فاتح ده انا بحبه بصراحه، ما بحبش الغامق، بحب الفاتح ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي بتسال على النقاب، النقاب موجود. بكام النقاب لو سمحت؟ 10 ريال. النقاب ب 10؟ شايفين النقاب ب 10؟ هو ده نقاب ابيض ولا ده ايه؟ ده اكياس. فكرت نقاب لونه ابيض. اللهم بارك، اللهم بارك على حاجه المدينه وجمال حاجه المدينه. بصوا كل ما بنمشي بنلاقي تمر وبنلاقي مكسرات وفستق وحاجات حلوه قوي. شوفوا الاكياس دي كلها ل 20 و25، الناس اللي عايزه مشكل موجود، الناس اللي عايزه نص كيلو بس موجود.
اكياس الحمص للاطفال، النعناع الناشف اللي هو بتاع المدينه وحبك المدينه ده مع الشاي. اي حد جه وشرب شاي هنا في مكه والمدينه هيبقى عارف ان الشاي طعمه مميز بسبب الحاجات اللي بتتحط، بتكون فريش او بتكون منشفينها زي ما احنا بننشف النعناع عندنا كده في مصر، فريش او بيكونوا منشفينها. كاس حنه المدينه اهي بخمسه، ارخص من عندكم. انا بستغرب لما انا نزلت مصر قعدت 5 شهور وناس عماله تقول لي لا اصل الاسعار عندك غاليه. انا شايفه ان والله يعني في حاجات هنا ارخص من مصر، يعني مش قصدي حاجه، ولكن في حاجات هنا فعلا رخيصه. المكسرات في مصر غاليه جدا، فانا ما اعرفش، لان خدوا بالكم ان مصر محافظات، في مصر محافظات على حسب بقى كل واحد على حسب ما بتباع عنده الحاجه بكام. انتوا عارفين ان كل منطقه وكل محافظه وليها سعرها، يعني كل محافظه وكل منطقه وليها سعرها. فالمحافظ الصغيره دي ولاد بنات اخواتي بيحبوها، فانا بشتريها لهم وانا نازله. انا مش عارفه ده اسمه ايه، ليه اسم كده انا نسيت اسمه دلوقتي، كان حد قال لي عليه وانا نسيت، كان حد قال لي ان هو ايش اسمه هذا؟ ايش تفاحة ادم. هذا عشان ايش؟ عشان ادم ما في بازوره. ما في بازوره، فهمت فعلا، مش لسه جاي اقول لك اهو، يعني سبحان الله. طب ده استخدامه كيف؟ كيف يستخدم؟ عشان هذا كده يجي ايه؟ بودره، هذا بودره. طيب زي هذا سكر، بعدين هذا ميه. شكرا، ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه اجلا غير اجلا يا رب العالمين. شكرا، ربنا ان شاء الله يرزق كل مشتاق. انا مش عارفه الكلام ده صح ولا غلط، بس في ناس كتير جدا بتتواصل معايا على الخاص ورسائل كتير. يا دنيا اسال لنا عليه دوم تقريبا او حاجه زي كده، فبيطحنوه وبيتحط على الميه. وسبحان الله لما دخلت اقرا عنه لقيت فعلا الناس كتير بتقول ان هي الله اعلى واعلم، يعني ان هي لما استخدمته ربنا كرمهم بالخلف. يعني طبعا ربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. انا ما اعرفش ده كلام صح ولا غلط، ولكن انا ما اعرفش والله. ربنا ان شاء الله كده يرزق بكل مشتاق بالذريه الصالحه عاجلا غير اجلا يا رب العالمين، ويقر عينكم بالخلف الصالح يا رب. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. اسمه دوم يا بنات تقريبا او حاجه زي كده، كذا حد لقيته بلاقيه بيكتب لي على الخاص يا دنيا اللي اسالنا عليه موجود ولا لا، احنا عايزين نشتريه بالذات من مدينه او مكه. وواحده تواصلت معايا قالت لي انا مش هعرف اجي خالص ازور المدينه ولا مكه، ابعته لي مع اي حد، بس طبعا انا ما اعرفش حد في المغرب يعني. فقلت لها طب حاولي تشوفي مثلا حد يكون من المعتمرين بالنسبه لك جاي زياره المدينه، وانا هجيبه من معايا وابعته لها. فناس كتير عارفاه، ناس كتير عارفاه جدا وعارفينه يعني. فربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب، ويقر عينهم من غير دوم ومن غير اي حاجه من دي. هو سبحان الله كل واحد ربنا سبحانه وتعالى مقسم رزقه في حاجه، فلما ربنا سبحانه وتعالى بيأذن خلاص. سبحان الله، احيانا الناس بتقعد تروح للدكاتره وناس بتكشف عشان الخلف، ولكل حاجه بوقت وميعاد، لكل اجل كتاب. بكام التمر لو سمحت؟ عجوه المدينه بكام؟ عجوه المدينه في هنا 15 في 20 بكام؟ في 30. دنيا حمدان ازيكم؟ عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ اخباركم ايه؟ منورين المدينه. وانت طيبه يا حبيبتي؟ حبيبتي والله نورتي. مش عايزين اي خدمه؟ ماشي يا حبيبتي. ما شاء الله متابعينا النهارده منورين المدينه، يا رب ربنا يحفظهم ما شاء الله. ربنا يجعل متابعينا في كل مكان يا رب، وفي كل انحاء العالم يعني. هما تقريبا بيعرفوني من الصوت، انا صوتي تقريبا مميز فبيبقوا عارفيني من نبره صوتي يعني. قولي كده تاني على الحاجه اللي انت مسكتيها، اسمها دوم. اسمها دوم، يقال الله اعلم ان هو للخلف، للناس اللي لسه ربنا يعني ما كتب لهمش ان هم يخلفوا يعني. بيقولوا ان هو بيتطحن وبيتحط على الميه والمشروبات وبيتشربوا كده، وسبحان الله ناس كتير بتستخدمه يعني. اسمه دوم يا بنات. ربنا ان شاء الله يرزق كل مشتاق يا رب. 3 حبه كام؟ 25. ما شاء الله. هنا درجه 15. شكرا. المصليات هنا حلوه قوي يا بنات، بصوا للحاجات دي تنفع الهدايا برضو، جميلة قوي. بكام دي لو سمحت؟ 20؟ 12 حبة؟ 12 حبة ب20، حلوة قوي. حد بيقول كام؟ تاني 15 وده ب20؟ ده 15، كله فيه 12 حبة صح؟ شكرا. استنوا لما نقرا التعليقات شوية. الدوم او تفاحة ادم يا بنات، انا ما اعرفش والله، انا ما جربتوش يعني، اللي هو ايه، انا بس انا بشوف ناس كتير من المتابعين بعتلي على الخاص عليه،
يعني بيقعدوا يقولوا اسألي موجود ولا لا، احنا عايزين نشتري من مدينة مخصوص، عايزين نشتري من مكة مخصوص. فانا مش عارفة بشوفها على طول في الاسواق وفي كل محلات الهدايا، بس مش عارفة ده ايه. فلما سألت وبحثت عنه يعني عملت سيرش، لقيت ان ناس كتير جدا عارفاه، اهل المغرب عارفينه وناس كتير قوي عارفاه يعني غير مصر. فقلت اقول لكم المعلومة يمكن لعل وعسى اهو ربنا سبحانه وتعالى يرزق كل مشتاق او نكون سبب يعني. اهو هو ده شكله يا بنات. السوق ده اسمه، احنا هنا في منطقة سيد الشهداء عند جبل الرماة وعند قبر 70 شهيد، وطبعا كلكم عارفين ان هنا قبر سيدنا حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا جبل الرماة وفوشنا على طول جبل احد، يعني ده يعتبر سوق جبل احد. كل الناس الجميلة اللي قاعدة بالهدايا دي حاجتهم حلوة جدا وحاجتهم بسيطة، المكان حلو قوي. طبعا في افواج دلوقتي مصريين كتير وشفتهم الحمد لله جايين بيزوروا سيد الشهداء. السوق المحافظ جميل قوي، فيه ب15 وفيه ب20 شايفينها كلها، وفي منها الوان يعني، في منها الوان. وسط التمور المكسرات هنا انواع واشكال، المكسرات فعلا انواع واشكال كتيره. ازاي حضرتك عامل ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ لا مش اخده بالي والله. الله يسلمك. الايه؟ انا اللي بكلمك. اسم حضرتك ايه طيب؟ سعيد زايد. سعيد زايد؟ اه بتتابعنا على الصفحه يعني. يعني ربنا يخليك يا رب، شكرا. حضرتك نورتنا من مصر؟ دمياط. تبع مشرفين هنا ولا جاي عمره ولا ايه؟ انا مشرف والله. طب كويس، منين؟ من دمياط. كفر البطيخ. احنا من باب الحرس، عارف دمياط باب الحرس؟ احنا على باب الحرس بس. والله ما شاء الله بتيجي المدينه على طول بقى. ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يتقبل منك يا رب. ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك. متشكره جدا، ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك يا رب. انتوا منورين النهارده المكان والله، ومنورين سيد الشهداء، ومنورين المدينه والله. ربنا يخليك يا رب. مش عايزين اي خدمات اي حاجه؟ ربنا يخليك، متشكره، ربنا يخليك والله. انا اسعد. حاضر، مفيش مشكلة. مفيش معاك أفواج ولا حاجة؟ مفيش معاك أفواج يعني، معاك جروب أو حاجة؟ خلاص مفيش مشكلة، خليكم بس معايا لحظة يا جماعة. خلاص ماشي، مفيش مشكلة. ربنا يخليك يا رب. لا والله مش على حاجة يعني، نورتنا والله. مفيش مشكلة، خليها تجيب معاك بقى المرة الجاية إن شاء الله. هي جت معايا المرة الجاية ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يشفيها لك يا رب، ربنا يشفيها لك يا رب. احنا جيران من بورسعيد. طبعا بورسعيد جنب دمياط، احنا اولاد عم على طول. ربنا يسعد لكم جميعا يا رب، ويرزقكم جميعا ان شاء الله بزياره قريبا باذن الله. ايه يا استاذ؟ على حظي بقى، مش مشكله. خلاص انا موجوده هنا معاهم بس، يعني انا موجوده في المنطقه هنا معاهم بس. استني والله مش هتمشي الا من الساعه. خلاص مفيش مشكله. السوق اللي بيسالني على السوق اهو جنب جبل الرماة على طول يا بنات، يعني هنا بصوا هنا الناس اللي قاعده بالهدايا دي اسعارهم وحاجتهم حلوه جدا. انا عبايتي لما انا طلعت جبل الرماة عبايتي متبهدله، مش مشكله، خير كله يهون لاجل عينيكم انتم والله. تعالوا نقرا بس شويه التعليقات دول، ربنا يبارك فيك. استنى همشي بس تعليق تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليقاتكم راحت فين؟ ربنا يبارك فيكي يا دنيا، بتديني كميه طاقه ايجابيه رهيبه والله، بتخليني اعرف اكمل يومي وانا مبسوطه. انا زيك، قلبي متعلق بالمدينه. حبيبتي يا ابتهال، ان شاء الله ربنا يرزقك بعوده قريبا يا رب، ويكتب لك زياره ان شاء الله للمدينه يا رب، يرزقكم ويرزق كل مشتاق يا رب العالمين. هبه بتقولي ده ليه بحج السنه دي؟ ربنا يعني يكتبها لنا جميعا ونكون حجاج هذا العام يا رب، ويرزقنا الوقوف على جبل عرفه يا رب العالمين. ربنا يكتبها لي معاكم ان شاء الله، ونكون صحبه كده باذن الله. ده كمون ده ولا ايه؟ ايش اسمه ده؟ عدان بهارات. بهارات مشكله يعني ولا بهارات عاديه؟ كم سعرها؟ على 5 ريال. شكرا. نعم خدي 3 ماشي. طب ثواني بس لحظه، طب خلي بقى جبل الرماة ورانا كده، خلي ماشي. طب هات انا صور، انا هات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. في الجمال. ثواني بس نخلي الصوره بعيد شويه.
لو حد يصورنا ما فيش مشكله بالطول يعني ما تبقاش الصوره قريبه بس معلش يا استاذ معلش انا والاستاذ بس كده استاذ اعلانيه كبيره قوي عندنا الله يخليك يا رب شكرا كتير ها كتير ما يهمكش بقى ما تبقاش بخيل ده كتير خوفك انت صور ده انت عارف شكرا انا سعيده جدا بمقابله حضرتك والله اي حاجه يعني دمياط كلها على راسي والله ده بلدي يعني انا اللي سعيد جدا ربنا يسعدك ربنا يكرمك بشكرك على شكرا. كل الكلمات اللي انت بتقدميها للناس ربنا يكرمك يا رب على فكرة أنا النهاردة رايح النفق والله النفق كل حاجة فيه بريال أنا كويس والناس اللي عايزة عبايات معاك عندكم ممشى قباء كله عبايات رخيصة جدا أي استفسار أي حاجة بعتولي على رسالة الصفحة وإن شاء الله أنا معاكم ماشي شكرا لحضرتك نورت المدينة والله السلام عليكم حاضر ثواني معاك ثواني ربنا يا رب يجعل متابعينا في كل مكان ويحبب فينا خلقه يا رب ورزقنا بالناس المحترمة الناس اللي بتدينا طاقة إيجابية الناس اللي بتكبر خاطرنا بكلمة ربنا إن شاء الله كده يحبب فينا خلقه يا رب ويجعلني كده إن شاء الله يعني وسيلة ليكم وعرفكم كل حاجة في المدينة ربنا إن شاء الله يجعله في ميزان حسناتي يا رب وكل أي حد بيعرف معلومة عننا أنتوا بتشيروها طبعا أنتوا كمان مشاركين معايا في الجزء ده وفي الخير ده يعني انتوا كمان ليكوا نصيب الناس اللي بتشير الفيديوهات الناس اللي بتعرف غيرها بتقول لهم على الاسواق الرخيصه فالحمد لله الحمد لله على كل الحاجات اللي احنا بنعملها عشان خاطركم يعني انا ببعت لك ندى ابعتي يا ندى قولي تاني يعني انت عايزه ايه مش عارفه دي ملابس مستعمله ولا ايه حاسه ان هي مستعمله كام لو سمحت هنا 20 مستعمل هذا مستعمل صح؟ مستعمل هذا ولا جديد؟ لا متهيألي اعتقد مستعمل اه مستعمل يا اخي الحريمي جديد هذا المستعمل فين الحريمي؟ كم سعره؟ كم؟ انا قلت الجلاليب الرجالي هي اللي مستعمله بس ناس كتير سالتني عليها اصلا يعني في ناس كتير سالتني عليها انا ما اعرفش اصلا المستعمل هنا بتباع فين يعني انا ما اعرفش يعني انا ما عنديش خلفيه عامه يعني سميرة بتقول لي عندكم الشهر الماضي ثواني كده انا بشوف التعليقات بس ما لحقتش اتمشى كتير انت عوضتيني والله كاني اتمشيت فيه معاكي وربنا يرزقنا واياكم يا رب زياره عاجله غير اجله امين يا رب حبيبتي يا سميرة ان شاء الله عقبال ما ربنا يرزقك بعوده قريبا ان شاء الله عاجلا غير اجلا يا رب العالمين هبه بتقول لي بجد انا لما نزلت العمره كنت حاسه اني اعرف مكه والمدينه قوي قوي من فيديوهاتك يا بنات والله العظيم الكلام ده بيسعدني يعني انا محتاجه التشجيع ده دايما يعني كلامكم ده بجد بيسعدني والله وبيفرحني وبحس ان انا بعمل حاجه فعلا بتفيدكم الحمد لله فكلامكم ده على راسي والله يعني كلامكم ده على راسي بجد الكلام ده كله بيسعدني جدا والله كلامكم يا حبايبي يعني ربنا ان شاء الله كده يجعل الفيديوهات دايما بتفيدكم كده وبتستفيدوا منها يا رب العالمين عجوه المدينه كام لو سمحت 20-30 شايفين ما شاء الله اسعارهم هنا حلوه برضو في عجوه المدينه نسمه بتقولي ادعي لي يا دنيا باسمي اجي قريب بتفاؤل بتفائل بدعوتك والله العظيم حبيبتي يا نسمه ان شاء الله ربنا يرزقك بعوده قريبا عاجلا غير اجلا يا رب العالمين ويرزقكم جميعا يا رب ربنا يكتبها لكم جميعا وتزوروا المدينه ومكه يا رب وتعملوا كل اللي تتمنوه ويرزقكم جميعا يا رب بدعوه مستجابه ويحقق لكم جميعا كل اللي تتمنوه يا رب العالمين ربنا يرضى عنكم ويرضيكم ويكبر خاطركم ويرزقكم جميعا ان شاء الله بزياره قريبا يا رب ونكون صحبه كده ويا سلام بقى لو تيجوا تزوروا المدينه ومكه في رمضان احلى شهور السنه واجمل ايام في العمره يعني لو جيتوا ان شاء الله تعتمروا في رمضان بجد ندى بتقول انا كنت عايزه اعرف الحاجات اللي انت كنت ماسكاها الاقيها فين في مكه عشان انا رايحه ومتجوزه بقالي 3 سنين حبيبتي ربنا يا رب يقر عينك ويرزقك بالذريه الصالحه والخلف الصالح يا حبيبه قلبي اسمها دوم او تفاحه ادم ده شكلها بصي خديها كده سكرين شوت هقف لك عندها اهو هقف لك يعني بصي ثواني كده احط بس المايه في ايدي
عشان انا جبت الزبيب ده فلبخني شويه. بصوا خدي كده سكرين معاكي، خدي سكرين شوت اهي ده شكلها، خديها سكرين معاكي وخليها معاكي عشان تبقى عارفه شكلها. هي دي اسمها تفاحه ادم او دوم زي ما البنات قالوا في التعليقات، تفاحه ادم او دوم. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بحق ما احنا في المكان الطاهر الجميل ده. اللهم ارزق كل مشتاق بالذريه الصالحه عاجلا غير اجلا يا رب. ربنا يرزقكم جميعا يا رب. دعلي بالشفاء، ربنا يا رب يشفيكي ويعافيكي شفاء لا يغادر سقما يا جهان. ربنا يشفيكي ويعافيكي ويشفي كل مريض يا رب. شايفين التمر كله هنا بانواع واشكال، التمر حلو قوي. ربنا يشفيكي ويعافيكي ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب. انا حاسه العبايه بتاعتي متبهدله وعايزه انفضها، خليكم معايا كده. يعني على قد ما العبايه بتاعتي اتبهدلت من طلوع الجبل قابل متابعين كتير هنا. يلا مش مشكله خير. بسم الله ما شاء الله. شايفين السوق كله كبير، يعني شايفين بتمشى معاكم بقالي قد ايه، السوق كبير جدا وجميل، كله تمر وكله هدايا، كل حاجات حلوه قوي ومسك وحاجات حلوه جدا. فعلا يا دنيا انت بتعيشين لحظات جميله، معاكي الواحد بيسترجع ذكريات حلوه. ربنا يبارك لك في ولادك ويديمها نعمة عليك، اللهم امين يا رب يا حبيبتي، ويبارك في ولادكم جميعا ويحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، ويسعد قلوبكم ويكبر خاطركم يا رب، ويحقق لكم جميعا كل تتمنوه يا رب العالمين. صباح الهنا وصباح السعاده عليكم يا حبيبي. شايفين العربيات الايس كريم دي برده عربيات حلوه قوي، فيها ايس كريم وطعمه حلو، ان شاء الله معاكم اطفال صغيرين او حاجه. ايوه مدينه. لما اجلس مع مؤتمر واحدثه عن اماكن يظن اني زرت المكان واخبره اني لم اراه بعد الفضل ليك من الفيديوهات. حبيبتي حياه، ربنا يسعد قلبك يا رب، شكرا ليكم ولتعليقاتكم الجميله زيكم والله. ربنا يكبر خاطركم يا رب ويسعدكم زي ما انتم بتكبروا بخاطري بكلامكم الجميل ده. ربنا يراضيكم ويرضى عنكم يا رب. دي حاجه بتفرحني وتسعدني جدا ان انا بقدر افيدكم، وبكون يعني بتلاقوا حد في المدينه بيرشدكم بيوديكم اماكن حلوه واسعار رخيصه. انا والله كل الكلام ده يعني لوجه الله، اي حد بنزل بصور باجي لان انا بعمل حاجه انا بحبها بصراحه. يعني انا بعمل حاجه انا بحبها الحمد لله. هشوف بس العبايات اللي هناك بتاعت الاطفال دي بكام، واي حد عنده بقى سؤال استفسار ولا حاجه اساله يا بنات وانا معاكم قبل ما اقفل معاكم اللايف. عايزه بس اسال على العبايات دي لان العبايات دي شكلها والله اعلى واعلم ان هي مستعمله، وناس كتير سالتني عنها في التعليقات، فبالمره نسال لهم عليها بكام. لو سمحت لو سمحت، فين اللي هنا؟ عايزه اسال على الاتواب الرجالي دي بكام؟ كام الاتواب الرجالي؟ كل شيء 10؟ كل والنساء 10؟ كل حاجه ب 10 ريال. بس شكلهم حلو، يعني مش مبهدل ولا حاجه، شكلهم مش مبهدل يعني حتى مغسولين تقريبا. ممكن 10 الحاجات المستعمله يا بنات هي للاطفال حتى ب 10. بصوا عشان بس الناس اللي سالت عليها اقول ايه اللي احنا نصورها لهم بالمره. يعني كل دي عبايات نسائيه اتواب رجالي، كله على 10. يعني كان في واحد هناك بيبيع ب 20، كل ما نمشي شويه نلاقي ارخص شويه، وانتوا شطارتكم بقى في الفصال. يعني الناس كلها ما شاء الله على المكسرات وعلى البهارات، لان بصراحه اللي انا دقت من عنده المكسرات كانت حلوه، مش مزنخه مش زنخه. عارفين انتوا المكسرات اللي تجيبوها تلاقوها زنخه دي بتبقى عليها فتره، لكن هنا المكسرات بامانه حلوه نظيفه يعني، وسعرها كويس عامة. اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ان شاء الله اللايف كده يكون عجبكم، وان شاء الله كده ربنا كده يبشركم خير بكل الفيديوهات دي، ان شاء الله يكون خير ليكم ان كنتم تتابعوا الفيديوهات، وربنا ان شاء الله يرزقكم بزياره للمدينه يا رب. واكون اللي انا فدتكم، كنت عايزه اكمل لكم قدام شويه لبقيه المحلات اللي هناك، بس انا بصراحه بشوف الناس هنا ارخص شويه واسعارهم حلوه يعني وهينه شويه. فربنا ان شاء الله يكتبها لكم جميعا باذن الله. ولو انتم حبيتوا اي سؤال اي استفسار، لو انتم مرشدين، لان الفتره دي في ناس كتير جدا بتبقى جايه تبع رحلات او هم اللي ماسكين الرحلات المرشدين بتوعهم، انتم برضو بتكونوا عين ليهم. لو احتجتوا اي حاجه في المدينه اي حاجه في مكه اسالوني، وانا ان شاء الله مش هبخل عنكم باي حاجه،
ويا رب الصفحه ان شاء الله تكونوا بتستفيدوا منها، واشوفكم ان شاء الله على خير في بث تاني قريب من طيبه الطيبه من اطهر بقاع الارض من المدينه المنوره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه.